Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Nous allons parler aujourd'hui de télévision, de divertissement avec mon invité du jour, Rachid Allali. Marhaba bik assi Rachid, je suis particulièrement heureux aujourd'hui. Rani farhan bzaf. Tana farhan bzaf anani ma3ak f had el qanat hadi. W ntmenna an ndouz waqit zwin ma3ak w ma3al mouchahidin li kayshoufouna inchallah. Marhaba bik. Alors l'émission اللي كديرها انت اللي كتقدمها في قناة مغربية اسمها دوزيم مشهورة بزاف سي ليميسيون لا بلو بوبولير ياك في المغرب ونقدروا نقولوا كاع في 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 المغرب يعني اكزاكتومون باسكو كاين بزاف ديال لي تيلي سبيكتاتور عندنا في الجيري ميم جي هاد اليومين جي ديكوفر باسكو كانت عندي سواري هنا في باريس واكتشفت بانه كاين اوسي ناس من لا تونيزي اللي كيشوفوا ليميسيون والسؤال الاول ديالي كيفاش انت بالنسبه ليك انت ليميسيون ديالك ولات لا بلو بوبولير علاش؟ علاش؟ كاين صراحه بزاف ديال لي زانكغيديون اولا انا في الاول قبل ما ندير هذا الدومين هذا ديال لانيماسيون بديت بالتياتر دونك التياتر تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج فوقاش هذا الشيء؟ بديت في الاج دو 19 هكاك داكور اوكي دونك بديت بالتياتر وفي الطريقه ديال التنشيط ديالي ولا التقديم ديالي دائما كاين ذاك لو كوتي هوموريستيك دائما جيسي دانجيكتي دي بلاغ و دي تروك بحال هكا باش ما تكونش ديك لانيماسيون كلاسيك لانه ليميسيون دو ديفيرتيسمون دونك بروبليم انغريديون لومور لومور مهم بزاف اكزاكتومون ثاني حاجه كاين لا سبونتانيتي كنحاولوا نكونوا سبونتاني ماكسيموم على انفيتي نهضروا معاه هادي وما نهضروش بديك لا لونغ دو بوا كما تنقولوا ونحاولوا نهضروا ديراكت يعني باش نوصلوا للناس اكثر يعني خاص لو تيلي سبيكتاتور يسيدونتيفي خاصو يعيش معاك يحس بك بحال جالس معاه بحال جالس معاهم في الدار هذا الشيء علاش كنتلاقى وكنسمع هذا الميساج بزاف عند البوبليك كيقول لي ملي كتكون في التلفازه كنحسوا بحال جالس معنا في الدار كنحسبوا واحد منا كنحاول نقرب من الماكسيموم من الناس والحاجه اللي كتخليني نقرب منهم هو انني نكون عادي سبونتاني نهضر باللونجاج ديالهم بالطريقه ديالهم نحاول نقرب منهم ولانفيتي كنحاول يعني نبين ذاك لوتر فاسيت ديالو مثلا كنحاول نسولو على شي حوايج باش يقرب من الناس اكثر كاين واحد الحاجه اخرى اللي كتعاوننا اكثر في اننا نقربوا من الناس هي الانتراكتيفيتي مع البوبليك اللي مهمه بزاف اليوم اللي مهمه بزاف اكزاكتومون باسكو دابا كاين ان ليان ما بين لا تيليفزيون اي لو ديجيتال سافو دير لي ريزو سوسيو وانا جيساي دو راسومبلي هاد لي دو فانني مثلا كيكونوا بعض المرات البوبليك كيبوز دي كيسيون لانفيتي à travers maintenant Facebook ou Instagram je fais des posts par exemple le tangoul exactement des fois même je fais des lives من الفيسبوك و تنقول لانفيتي ها شنو كيسولوك الناس باش يحس هذاك لو تيلي سبيكتاتور اوسي انه كيشارك مشارك في ليميسيون اكزاكتومون كيعاونني حتى انا ميم في لا بريباراسيون دو كونتوني دي فوا مثلا كنقول لهم مثلا جاي عندي لانفيتي فلان فلان ياك كنحط لهم لا فوتو ديالو وكنخلي الناس تسول جو غوسوا دي فوا كتوصل دي فوا حتى 20000 كومونتير اوكي غادي دونك لي 20000 تنجمع واحد 100 سؤال زوينين وصافي الحلقه قديت معاك عاونوك في الخدمه عاونوني اكزاكتومون مي سي كاينه اون ايكيب دو بريباراسيون اللي معايا بيان سور سا سوا مي سافو دير يا تخوا انغريديون لا قلت لينا لومور لومور لا سبونتانيتي اي الانتراكتيفيتي اكزاكتومون دونك الانتراكتيفيتي و لي زانيماتور الاخرين ما فهموهاش هذه لا ماشي ما فهموهاش دابا كل واحد كيجيب اون توش ديالو بوحدو انا يمكن قربت من الناس بهذا لو كوتي هيومورستيك اكثر لانه جينيرالمون لي زيميسيون اللي كنشوف في لا تيلي كتلقى لانيماتور كي انيمي بطريقه كلاسيك شي شويه يعني واخا كيدير ايميسيون ديفيرتيسمون كاين اللي كيحاول ما كيعرفش وكاين اللي كي اش نقول لك يعني نقدر نقول لك ان هذه الطريقه هذه كنرتاح فيها اكثر انا بالعكس جو مي سون بلوز اليز انني ندير دي بلاغ دي فوا باغ اكزومبل ميم في ديماراج ليميسيون pour enlever chez le trac ou d'exchier quand on drague un ça m'aide à ne pas être plus à l'aise sur le plateau c'est à dire que c'est à dire ma hakak rtah ana fa hawlt ndir chi haja li kan tagha di gal nas tartah exactement tani vite rtah exactement et le jumhur yhass bli rakom mertahin exactement c'est ça qui est finalement intéressant c'est intéressant pour une autre raison assez Rachid c'est que ديما كنقولوا هنا باللي لو بوبليك مغربي خاصو تكون اون ايدونتيفيكاسيون
pendant plusieurs années, il y a eu bhal li zama la télévision baïda. Donc les gens disent qu'ils faisaient baïd, baïd bzaf. Ça se fait, exact, exact. Hachi mabqach ykhdem lyom, mabqach mimkin ykhdem lyom avec kima qult lna le digital qui est apparu. Mais mimkin exactement parce que d'abord le digital, il commence à conquérir la télévision. Alors وشنو غادي دابرا دابرا ها انا كيتبان ليا بانه زعما الى 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 التلفازه ما طوراتش راسها فوالا جوستمون لو ديجيتال يفا بوفي لا تيلي ما غاديش ما يمكنش لانه ديجيتال دابا كيعطيك اون ماتيير اللي قريبه للبوبليك لو ديجيتال ما عندوش دي تابو بحال اللي كاينين في لا تيلي با ليميت يا با ليميت نعم دونك بالنسبه لي انا لو ديجيتال يعني الويب اون جينيرال يعني لو كونتوني اللي تيكون تما دي فوا تيكون بلوز انتيريسون كو لا تيلي مي دابا لاحظنا بانه كاين شويه كيس كيفو فير يعني وشنو هما لوبجيكت يعني كيفاش غادي ديروا باش هذا الشيء ما جوستومون لو ديجيتال ما ياكلش التلفازه ويخلي التلفازه صايي ما بقاش اول حاجه ان يعني المسؤولين على التلفازه ريسبونسابل لا تيلي يعطيونا اون مارش كبيره في لا ليبرتي يعني ما نبقاوش نقولوا مثلا اجي لا ما تهضرش على هذه وما تهضرش على هذه وما تهضرش على هذه حنا راه عندنا لا تيلي مالوغوزمون هادشي اللي كاين يعني كضطر انك ما تهضرش على بزاف د الحوايج سيرتو ملي تكون اون تيليفزيون بوبليك باسكو كاين فرق تكون تيليفزيون بوبليك ماشي بحال تيليفزيون بريفي في بريفي دوزيام سي سومي بوبليك سومي بوبليك داكور اكزاكتومون مي تقريبا 90% راه دوزيام بوبليك قناه عموميه يعني كديفيزي بزاف الحوايج وعندها ان كاي تشارج اللي كتحترمو هذا وهذا مي كاين ان افور الحمد لله باغ اكزومبل دوزيام لا شين اللي فيها انا دابا كتحاول انها تطور من المنتوج ديالها وكتحاول انها تقدم واحد المنتوج اللي قريب للجمهور وكتحاول تناقش مواضيع اللي كانوا في واحد الوقت صابوا ما كانش شي ان اكزومبل مثلا لا سيكسواليتي كاين دابا دابا شحال ديما كناش كنهضروا عليها كاع في التلفازه سي ديما عيب حشومه وعندك ناري وتفيك التلفازه مي دابا كاين دي زيميسيون دي زيميسيون المهم ايميسيون سوسيال كتلقاها كتهضر على لا سيكسواليتي كتهضر على بزاف ديال الظواهر اللي كنعيشوهم حنايا واللي تقدر تجلس مع داركم وتفرج لانه دابا مثلا حتى الناس تحرروا شويه تسمع كاين ايميسيون سوسيال اللي كدوز كتلقى الناس كيعيطوا وكيطرحوا مشاكلهم وتيكون واحد الطبيب نفساني اللي كيناقش هذاك الشيء وكيعطيهم حلول وهذاك الشيء غوزمون مزيان غوزمون هذا الشيء كنا واحد الوقيته كنسمعوا في لي راديو جات واحد الموجه ديال لي راديو مي الحمد لله التلفازه دابا شويه مازال باش ما نكذبوش مازال خاص بزاف باش التلفازه تحرر اكثر وتقرب من الناس اكثر لانه الا بقات التلفازه دايره مضيقه الخناق شي شويه على حريه التعبير الانترنت غياخذ بلاصتها هذا الشيء عادي Tout cela, quand même, il y a quand même un succès de l'émission Rachid Show qui est diffusée sur 2M. Il y a eu un record de battu là, récemment pour la soirée du Nouvel An. Yak. Exactement. 7 millions et demi. On a fait 6 millions de téléspectateurs. Et cette année, comme je l'ai dit, on a battu le record. 7 millions et demi. Dans une émission, j'ai reçu les stars turques marocaines qui faisaient la série marocaine. La série turque qui faisait la télé marocaine. Donc, c'est l'émission qui a fait 7 millions et demi de téléspectateurs. Et c'était un record dans l'histoire de la télévision marocaine. Première fois, c'est ce qu'on appelle un record, première fois qu'une émission atteint ce score. Exactement, émission de divertissement. Comment est-ce que tu fais avec cette chine ? Ah non ? La célébrité ou la célébrité ? La célébrité, le record surtout, parce que c'est un record historique. Cette chine, ça me fait peur. ملي كتنجح وكتوصل لواحد المرتبه مثلا كيخصك تحافظ على داك النجاح كل عندك لو ديفي هو انك تغارد هذاك لو نيفو ونهار كتنزل البوبليك ما تيرحمكش لانه خصني ديما نبقى مقاردي لي زوديونس ونبقى دائما في القائمه ديال البرامج الاكثر مشاهده في المغرب فهذا تيولي عندي ان ديفي انا باش نبقى مستمر ونبقى نعطي الاحسن لانه ملي كتوصل 7 مليون دابا راه درت هذاك الرقم تقريبا هذه واحد 8 شهور وي موا دابا باش درنا هذاك 7 مليون و ولكن مازال لحد الان ما وصلناش لذاك الرقم
même si درنا 6 millions c'est un record pour la télévision marocaine parce que 19 واحد le mois اللي فيه بزاف des émissions qui diffusent des soirées كبار ورشيد شوب كانت هي نمبر 1 parce que درنا حلقه spéciale fin d'année جبنا فيها les invités qui ont marqué l'année 2017 qui ont buzzé les داروا succès 2017 هما اللي جبناهم في ديك الحلقه وكانت اكسبسيونيل حتى لو كونتوني شكون اللي كيختار هذا لو كونتوني في رشيد شون انت وليكيب ديالك ولا انت بوحدك ولا لا كيفاش كت نعم كاين انا وكاين ايكيب معايا كتخدم معايا على لو كونتوني تحضر البرنامج كاين دي سيناريست معايا كاين اوسي دي جون اللي كاين ريداكتور اون شيف كاين ناس اللي تيشتغلوا معايا ولكن انا عمري ما زعما جي بري لا ديسيزيون بوحدي دائما كنقترح عليهم كنبغي نسمع الراي ديال كل واحد ما عمري كنبغي ندير شي حاجه لراسي ودائما تيكون عندي تخوف واش هذه غتصدق تنقدر نسول ماشي غير ليكيب نقدر نسول مرتي نقدر نسول شي واحد غير جالس معاه في شي بلاصه من بعيد على الدومين كاع نقول شنو بالك الا جبنا فلان واش بل الا درنا هذه بيان سور حيت الراي ديال الجمهور انا حنا توجور اون بيزوان دو كيحكم اكزاكتومون حنا انا دائما تنشوف الراي ديال الجمهور ودائما كنتواصل مع الجمهور والجمهور دائما هو الحكم حنا كما كتعرفوا انت تبارك الله حتى انت في لو دومين وعندك بوكو ديكسبيريونس يسمى تيكون خص دائما يكون عندك ان ريكول انت ملي تكون الوسط ما كيبانش لك مزيان خصك ديما تشوف راسك بحال كتشوف راسك من بعد ملي كتصور كتمشي تفرج تشوف واش كنتي مزيان ولا لا رشيد واش انت دائما مثلا كتمشي تشوف في لي ريزو سوسيو شنو كيقولوا عليك الناس بيان سور بيان سور كنشوف كلشي وراك خدام دائما 24/24 الا ما ماركيتيش قبيله انا كنهضر معاك في التليفون ومبرزك وكيفاش امتى ترتاح كيفاش كدير وشنو هما لي زوكوباسيون ديالك باش ترتاح باش تحيد شويه من هذاك الجو بحال هذه الفرصه هذه اللي جينا لباري جينا لعندكم واستغلينا الفرصه وسي باش ندورو شي شويه في باريس جينا لهاد لو كارتي فين عندكم استوديو واعر هاد بلاس فوندوم وي بلاس فوندوم واعره زعما تبارك الله عليكم وزيت ريش تبارك الله اون سبلان با اون سبلان با الله يحفظك مي تم في غيره ها هو انا قال لكم غريت لي يدير لي بلا بزاف اسمع ليا لو ترافاي دابا قلت لينا بلي دائما ما خصكش تهبط من تحت 6 المليون يعني واخا دير 5 المليون تبقى انت هو الاول لا واخا كنديروا 5 المليون دي فوا كاين شي حلقات اللي كتقدر توصل 4 مليون لا نبغي واش حنا دائما السقف هو هذا هو 5 مليون 6 مليون داكور مي بغيت نقول لك لو كان تهبط 5 المليون ولا 4 المليون اون اسبير كو تطلع 8 و 9 ويزيد اكثر مي اسكو لا بريس مثلا لا بريس ماروكين كتراقع على داك الشيء سورفي هاد رشيد شو واش طلع واش هبط كيفاش راك تعيش هاد لا بريس ماروكين كدير واحد الخدمه كبيره سي سيفير لا بريس ماروكين بيان سور فاش كتكون شي حاجه ماشي هذيك راه تيعطوني دي زارتيكل بعض المرات وانا جاكسبت لي كريتيك فاش كريتيك ماشي كلشي ماشي لي كريتيك اللي كتكون نيجاتيف اللي فيها المعيار والسبان داك الشيء بيان سور كاين بزاف كاينين اكثر من بزاف كاع كتلقى مثلا واحد داخل عندك تيعايرك وتيقول لك مثلا شي هضره ماشي هذيك ولا كيعايرك والديك ولا كيعايرك انت ولا كيعاير المهم انا كيعجبني داك اللي تيكتب لي رشيد راه ما كنتش مزيان في هذه الحلقه باسكو هذه الحلقه ركزتي غير على واحد الانفيتي ونسيتي واحد الحاجه وما هضرتش على مزيان السوجي وما دخلتيش معاه مزيان هذا الشيء كيعجبني باسكو هذا الشيء بهذا الشيء اون سو ديفلوب وكنطوروا من نفسنا ولكن ملي كيجي واحد كيفاش كتجاوب الاخرين؟ الاخرين جو سوبريم جو بلوك صافي ما كاينش تهضر معاهم ما كاينش هضره بيان سور جو سوبريمي وتنبلوكي حيت انا داير مثلا في ريزو سوسيو في ريزو سوسيو ولكن تهضر على مي باج باسكو جي اون باج اللي فيها 5 مليون ودمي دو فان اللي متبعيني انا في هاد لاباج باغ اكزومبل هذه سي باج فان ماشي فان ما تدخلش عندي ما تجيش عندي صافي كاينه ولا ما كاينش؟ سي كلير فان اكزاكتومون فان سي باج فان اكزاكتومون ما تبغينيش بالنسبه ليومي ما عندي ما ندير بك انا فوالا دونك ما نعيروش ما نسبوش ولكن غنسبريمي وغندير لي بانيغ ماشي هذه بلاصتك صافي اكزاكتومون ولكن هادو لي ريزو سوسيو ايتترا مي لا بريس ماروكان لي جورنو ماروكان لي جورنو كيكون لا ولكن ما كيكونش بيان سور لو جورنو كيكتبوا عليك المسائل اللي كيشوفوها هما من الزاويه ديالهم حيت حتى المقالات ملي كتنزل كتختلف ما كيكونش راي موحد مثلا كاين مقال اللي تكتب عليك بان الحلقه دازت مزيانه وكانوا فيها وكاين اللي تكتب عليك مقال فيه بان الحلقه ما كانتش زوينه وما كانش في المستوى وبان هذا مستوى رديء وبرنامج رديء
كلها شنو تكتب. ولكن انا بالنسبه لي الحكم الاول هو الجمهور. الجمهور عجبو لو برودوي، الجمهور فرحان بهادشي اللي كنقدموا ليه، فانا كنحاول دائما اني نقدم داكشي اللي كيعجب الجمهور، ما كنسمعش لشعب اخر اكثر من الجمهور ديالي. واش وقع لك رشيد ديجا خلق خلعتيني بهذا شو وقع لك؟ لا شو وقع لي؟ لا اون ايميسيون راك ندمت عليها في رشيد شو؟ نعم في رشيد ندمت على واحد ليميسيون. من هي؟ ما نقدرش نقول لك. ما بغيتيش تقول نقول ليه؟ نقول لكم اون اكسكلوزيفيتي. لا ما نقدرش ما تعاودلهاش. واش ان انفيتي كو تا ريغريتي دانفيتي؟ شوف انا انا انفيتي اللي qui m'a choqué زعما بالطريقه ديال اولا il a pas accepté parce que là normalement je pose des questions un petit peu décalées des fois ouais, des fois je pose des questions des fois qu'il y a des questions gênantes مثلا كاين واحد la partie سميتها la chaise de vérité des fois l'invité il doit زعما خصو madame عارف le concept de l'émission il accepte doit jouer le jeu contrat tacite entre ou هذا il doit accepter des fois كاين اللي كيجي par exemple au maki qui j'obni des réponses. Mais finalement, les gens qui ont été invités. Ils disent que ce qui n'a pas été spontané, il n'a pas réagi avec toi. Mais c'est vrai que ce sujet est très difficile. Je me suis dit que je n'ai pas fait ça. Bon, sans que tu me dises que je n'ai pas fait ça. Bien sûr. Mais ça existe donc. Bien sûr, ça existe. Et comment tu le vis ça alors? واش ليكيب ديال كيجول عندك على شهر رشيد؟ لا كيفاش؟ كاين مثلا اللي تيقول لي لا هاد السميه بلاش، وكان انا كنجانسيست وكيقول لي شتي اش قلت لك؟ شتي توت لي كيستيون سي دو ديفيرتيسمون رشيد اكزاكتومون. Mais est-ce que toutes les questions sont… C'est la plupart des questions sont divertissantes. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des décalés des fois, quand on a l'invité, on prépare des vidéos décalées, des fois des caméras cachées, qui aiment beaucoup de contenu. Ça veut dire que les invités, ce n'est pas Damon ou Damon des humoristes, des chanteurs, des… Bien sûr, on a reçu un ministre… c'était la première émission de Rachid Show. On a invité le ministre de la Jeunesse et du Sport. Après, on a invité des chanteurs, des acteurs, des sportifs. D'accord. Les invités, qui sont les gens Rachid Show. Mais c'est une émission rare des chanteurs ou des acteurs. D'accord. Et Rachid Show, c'est une émission qui dure depuis 4 ans. Exactement. Maintenant, on est 4 ans, mais maintenant, on est sur la 5e saison. Exactement. C'est vrai qu'on a démarré en fin 2013. Maintenant… on est sur la 5e saison. Alors, qu'est-ce qui va changer dans Rachid Show pour cette année? Qu'est-ce qui arrive? On a des nouvelles rubriques, on a beaucoup d'idées qu'on va installer, Inch'Allah, bientôt. Mais, comme vous savez, la saison a démarré à 4 mois d'abord. Parce que la saison ne démarre pas à janvier. Maintenant, on a démarré. Septembre, la rentrée. Exactement. On a démarré à octobre. Octobre. Quand on a démarré à octobre. Après, tu fais les vacances. C'est épuisant, Yakar. Ouais, on t'a dit que l'on a… Ouais, 9 septembre, on va pas qu'il y ait un tchimmish dans le bar. Wallah, vraiment, ma kanch indi le gain ou le khater ane ni bda. Ouais, ouais. Mais on m'a décalé aussi chouïa parce que j'étais saturé. Saturé. Mourar Mdan, j'ai tourné l'émission de Fort Boyard. Ouais, ouais. Sournanit en France. Et donc, juste après Rachid Show, Ramadan, c'est spécial. Juste après Ramadan, j'ai tourné l'émission. Donc, un moment de repos. Bien sûr, bien sûr. Ou un moment de repos. Les gens ne se rendent pas compte de l'accumulation. Exactement. L'amitié de le métier de la télévision. Très fatigant. Très fatigant. Ou un jeu. Un des trucs spéciaux, c'est que. Quand tu bats tout, quand tu bats le contenu, la préparation, on a les qui chauffent ou les qui tu as fait bien. Tu as fait bien quand tu bats le contenu. On a fait les. Avant tu bats l'émission, tu as fait le montage de l'émission parce que c'est pas en direct, mais quand tu chauffes vraiment le montage, tu sais que tu vas dire. Donc il y a des gens qui bats tout. Ça m'épuise, Valmarat. Tu sais quand il y a. Rachid,
Un grand merci. Merci beaucoup. Pour être venu nous voir sur le Janoubia. Et puis on te souhaite à toi et à l'émission que tu portes le plus grand succès pour cette année 2018. Merci beaucoup. Shukran lik wa shukran lil mushahidin dial al Janoubia. On voit l'émission de Rachid Khaywa. Avec plaisir. Ça va. Shukran. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur al Janoubia TV. Au revoir.